صلوا على حبيبكم النبي. بالله عليك يا جماعة اللي يشوف الفيديو ده صلى على النبي. أنا معايا النهاردة هي مفاجأة واحدة بس، الله وكيل دبابي ربنا ما يوديها بيت بخيل أبدا يا رب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي الجنب العريض دي اللي بص العروق من ورا ومن قدام وبتشد بص متر ورا ده، وصلى على حبيبك النبي. دي اللي بيحلب لبن جاموس ابو بوز جماسي ده، اللهم صل على النبي. الشابه ديت كسره 6 سنات وراها انتايه شاب خليط فرنساوي اهو اهو ابو بوز جماسي ده، صلى على حبيبك النبي. تعالى اسحب يا ابني كده متع الناس، انا عاوزك تمتع الناس كده. دي الدبابه ده اهي عاشق جمال النبي، والله تتصور من ورا من قدام من كل حته. اسحب متع الناس، اللهم صل على النبي. اسحب طول طول اسحب في الشمس كده، اللهم صل عليك يا نبي. وافتح سنها كده ويقول لك يا غفله ولا حاجه، افتح افتح الخنصر لسه اهو، لسه بيطلع هنا اهو وبيطلع الناحيه التانيه. اسحب بقى اسحب، اللهم صل عليك يا نبي يا عاشق جمال النبي. تعالي تعالي اسحب، اخش كده الشاب ده اهي، اي راجل جدع هسلمه 28 كيلو لبن. الشاب ده اهي 28 كيلو لبن، وصلى على حبيبك النبي اهو يا عاشق جمال النبي. والسعر 36,000 بس. الشاب ده اهي السعر في الدبابه ده اهي 36,000 بس، وصلى على حبيبك النبي. وراها النتايه لسه فيها سرته، اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. اتفتح كده يا ابني متع الناس. صلى، مش لاقي العلبه؟ طبعا مش مفتحين على الارض، ما اللي يجي ايه يجي يحلب هنا. اللهم صل على النبي. جيب العلبة يا ابني، صلى على حبيبك النبي. والله يلا يلا عشان الفيديو ما يطولش. بقولنا شابة ايه 36,000 وراها انتاي، واللبن 28 كيلو كسرة 6 سنان. دي دبابة